ما يتعلق بموضوع التغريد ما في شيء. احنا قلت لك جاي من عند رجاج قرار يقول عن يرمي ويقذف بلدنا بتهمه خطيره وثقيله ومشوهه ينقالها الاستعباد، وبالتالي لا حد يتفقد بل من جايين. فقال قلنا نحن البيك وقاعدين ما يشهروا ولا لك لا مزال قرير قايلين قايلين عن قناعة وقايلين الصديق علاقاتنا به تاريخية، وبين معاه ياسر من العلاقات اللي جد القرار بشكل استفزازي مستغرب ومثير يطعنها في الخلف، وظاهر انه ما هو مبرر. والخلطه اللي شنعوا في ذاك الهاكي اللي كنت نقول لكم هو ما قال في شك بارم قد، وقال انه تافه ما هيك بارم قد لا مكمل ذيك اللي وراها فارغ وتوب، هي اللي تافه من الامور ما لا قيمه له. ما فهم ما فهم ما فهم شيخ بارم قد توب معناها انه ما هو خالق توب، ما مثلا لا اثر له هو الله يعود. اذا عاد حد يقبضها ب ما اعرف مفهوم اخر، انا بعد نعرف بالعربيه لان التافه من الامور ما لا قيمه له توف، فلان يشتغل بتوافه الامور وبه توافه الامور لا قيمه لها توف. وهذا هذا هذا هو لا عادي يقر لا يقارن نهائيا بفداحه التهمه اللي وجهتنا نحن، فهمت؟ واللي قالت انه واللي موجه البلد كامل، فهمت؟ الثانيه قضيه سعودية رواية ما فهم عظامها نهائيا. سعودية دولة صديقة وشقيقة وحليف ولا فهم ما فهم، ونحن من نعود له نوجه الكلام ما نجامفه ونقوله ولا هو. وعلاقاتنا معها علاقات متميزة جدا ومهمة عندنا جدا، وعلاقات أخوة وصداقة ممتدة عبر ياسر من الزمن وفي قمة ضرك تحسنها وفي قمة الانسجام والتناغم بين احنا والاخوة في المملكة العربية السعودية. هذا هو اللي، والتعريض ما هو تعريض، هو المملكة العربية السعودية دولة زادية ذات سيادة وتعدل الصفقات مع من تبقي وتشري مع من تبقي، واذا ما في شيء خاسر ولا معطي لها شيء زادية لا 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 تشري شيء وتعطي في فضلتها وعندها الحق فيه. ما فهم ما فهم ما فهم ما هي اسرائيل اللي نعطى لها ذاك ما هي زاقله فيش. هي دوله شاريه حاجياتها ودافع فيها فضلتها، اذا ما يقدر حد يوجه لها كلام ينفهم منه شيء اخر. ذاك محاولات من خلطه المعارضه ايضا للاساءه الى علاقاتنا بدوله شقيقه وصديقه وحليف مهم لنا، ونحن ما قدرنا نشوف.